السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد في أحياء واحد مقررات بعنوان الرخويات. لدينا مثالين على الرخويات، المثال الأول وهو الحبار، والمثال الثاني وهو الحلزون، وهما مثالان شهيران للرخويات. نجد هنا في المثال الأول أو في الصورة الأولى في تركيب الجسم، نجد أن الجسم يتركب هنا من رأس ومن أذرع ولوامس، ووجود تركيب أول مرة يظهر معايا وهو الطاحنة، ثم تركيب أيضا أول مرة برضو يظهر معايا وهو الصدفة الداخلية أو الأصداف بصفة عامة، ثم وجود الجهاز الهضمي والجهاز الدوراني. أيضا في الحلزون نجد وجود أيضا الرأس، وجود الطاحنة كما هي موجودة أيضا في الحبار، ووجود الصدفة كما تلاحظون هذا التركيب وهو الصدفة، ثم وجود تركيب آخر العباءة أول مرة برضو يظهر معي، ثم الجهاز الهضمي كما هو موجود في الحبار والجهاز الدوراني. من خلال الصورتين لاحظنا بعض المصطلحات اللي ممكن أول مرة نسمع عنها، مثل الأصداف، وجود الطاحنة، وجود الأذرع واللوامس. نأتي هنا إلى تركيب الجسم. بالنسبة للرخويات، من الاسم كائن رخو، يعني هو حيوان طري ذات تناظر جانبي، أهم ما يميزها لها أقدام، كما تلاحظون إن إحنا أخذنا هنا وجود قدم، إن كان ده هو كائن ذات تناظر جانبي، يعني لو مرينا بمحور هيقسم الحيوان إلى نصفين متماثلين، تمام؟ يبقى الكائن ده ذات تناظر جانبي، وهي كائنات رخو طرية ذات تناظر جانبي، ولها أقدام عضلية وجهاز هضمي ولها عباءة، العباءة دي بتحيط بالأعضاء الداخلية، وهي التي تفرز الايه؟ الصدفة في بعض أنواع زي المحار مثلا. هذا هو التركيب زي ما أخذنا. يبقى لما أتكلم عن الرخويات، هو كائن أو الرخويات بصفة عامة كائنات طرية، الكائنات دي ذات تناظر جانبي، دي تاني شيء. بعد كده وجود العباءة، العباءة دي هتفرز لي تركيب اسمه الصدفة كما هو موجود هنا، في هنا برضو صدفة داخلية وصدفة، الاثنين أصداف داخلية مختزلة. طيب لها جهاز هضمي؟ نعم لها جهاز هضمي. طيب أين تعيش الرخويات؟ بتعيش يا إما في المياه العذبة أو المالحة أو الأماكن الرطبة. تاني شيء قال لي بعضها بطيئة الحركة زي الحلزون، بطيئة جدا في الحركة، وبعضها سريع الذي كالأخطبوط الذي يتحرك بقوة الدفع نفسه. أول تركيب هناخده أو أول وهو التغذية أو هي التغذية أو الهضم. بالنسبة يا شباب للتغذية أو الهضم في الرخويات، قال لي أهم ما يميز الرخويات إن الجهاز الهضمي عندها بسيط جدا. طيب إحنا أخذنا قبل كده في أول الرخويات أخذنا وجود الطاحن. بالنسبة للرخويات لها جهاز هضمي، الجهاز الهضمي له فتحتان، فتحة فم وفتحة شرج، ويحتوي على غدد هضمية. لبعضها طاحنة اللي احنا خدناها في أول الدرس في التركيب أو تركيبين أو صورتين اللي احنا شفناها، طاحنة مثل الحلزون والحبار اللي أخدناهم في أول صورتين في بداية الحلقة. في أكلات العشب تستعمل لكشط الطحالب، ودي موضوع أسئلة كثيرة، تستعمل الطاحنة لكشط الطحالب من الصخور. وفي أكلات اللحوم تستخدم لثقب صدفة الحيوانات التي تتغذى عليها، إن مجرد وجود الطاحنة في بعض أكلات اللحوم تثقب الصدفة اللي موجودة داخل الحيوان عشان تتغذى على الحيوان نفسه. طيب وبعض الحيوانات لا تمتلك طاحنة مثل المحار. يبقى لما نتكلم عن التغذية، الجهاز الهضمي بسيط جدا، عبارة عن فتحتين، فتحة فم وفتحة شرج، ويحتوي على غدد هضمية ومعدة وأمعاء، بعضها ليه طاحنة زي الحلزون والحبار
البعض الاخر لا يمتلك طاحنه. كما ترون هنا دي الطاحنه وقت الراحه، وهنا الطاحنه ممتده. طيب تستعمل الرخويات الطاحنه في عمليه التغذيه. هنا الصوره للطاحنه وهي تعمل، وهنا وقت الراحه. ده بالنسبه للتغذيه والهضم. طيب التنفس، لما نتكلم عن التنفس الكائنات ديت يا شباب لها خياشيم. طيب يعني ايه خياشيم يا استاذ؟ عباره عن بروزات خيطيه بتخرج من جزء من العباءه، بتحتوي على كميه كبيره من الدم لنقل الاكسجين. كيف او اليه نقل الاكسجين؟ ان الاكسجين بينتقل من الماء اللي موجود داخل تجويف العباءه الى الدم اللي موجود في الخياشيم. ده بالنسبه او كمثال للحلزون اللي بيعيش على اليابس، ان الاكسجين هينتقل من الماء الموجود داخل تجويف العباءه بالانتشار الى الايه؟ للدم اللي موجود في الخياشيم. طيب في بعض الرخويات بتقوم الخياشيم بترشيح الغذاء. طيب بالنسبه للجهاز الدوري، الجهاز الدوري يا اما جهاز دوري مفتوح وده موجود في الرخويات البطيئه زي الحلزون والمحار، لا اما جهاز دوري مغلق. طيب ايه الفرق بين الجهاز الدوري المفتوح والجهاز الدوري المغلق؟ انا عندي نوعين بالنسبه للجهاز الدوري، عندي لا اما جهاز دوري او جهاز دوران مفتوح وجهاز دوران مغلق. الجهاز الدوران المفتوح موجود في الحيوانات البطيئه، ده اول فرق، بينما الجهاز الدوري المغلق او الدوران المغلق موجود في الرخويات السريعه جدا مثل الحبار. ده اول فرق. الفرق الثاني، في الجهاز الدوري المفتوح هيضخ الدم من القلب خارج الاوعيه الدمويه، ما بيضخ في الاوعيه الدمويه، بينما هنا داخل الاوعيه الدمويه، الدم بيضخ في الاوعيه الدمويه نفسها، عشان كده قلنا ده جهاز دوري مغلق. ان الدم بيضخ داخل اوعيه دمويه، حيث يتم تبادل الغذاء بين الدم داخل الاوعيه والخلايا. طيب هنا لا، هنا بيتم ضخ الدم من القلب خارج الاوعيه، عشان كده قلت ده جهاز دوري او جهاز دوران مفتوح. ليملا الفراغات التي تحيط بالاعضاء. ده بالنسبه للفرق بين جهاز الدوري مفتوح وجهاز دوري مغلق. جهاز دوري مفتوح يعني موجود في الرخويات البطيئه، بينما المغلق في الرخويات السريعه. الفرق الثاني، في الجهاز الدوري المفتوح يتم ضخ الدم من القلب خارج الاوعيه الدمويه، بينما في جهاز الدوري المغلق يتم ضخ الدم من القلب داخل الاوعيه الدمويه. طيب الاخراج، بيتم الاخراج او التخلص من الفترات من خلال تركيب عندي اسمه النفريدي. بالنسبه للاستجابه للمثيرات، هنجد ان بعض الرخويات لها جهاز عصبي والبعض الاخر ليه دماغ وعيون بتشبه تركيب عين الانسان. بعد كده يا شباب هندخل على عمليه التكاثر. التكاثر لا اما في الكائنات ديت تكاثر موجود، تكاثر جنسي، لا اما اغصاب خارجي لا اما اغصاب داخلي. طيب الاغصاب الخارجي يا استاذ، الاغصاب الخارجي بيتم في الماء، حيث تفرز الانثى البويضات ويصب عليها او الذكر بيصب عليها الحيوانات المنويه عشان تغصب. طيب الاغصاب الداخلي في الرخويات اللي بتعيش على اليابسه. الاحظ حاجه برضو مهمه في الرخويات، ان بعض الرخويات خنثى حيث يتم تخصيب البيضات داخليا، وبعض اغصاب البيضات تتكون اليرقه حامله العجل كما ترون في الشكل الموجود عندكم في الكتاب. اول شيء ان تطلق الانثى المحار البيض في الماء فتخصبها الحيوانات المنويه التي يطلقها ذكر المحار. ده اول خطوه. الخطوه الثانيه، بعد عمليه الاغصاب او بعد الاغصاب ما يتم، هتتحول اليرقه حامله العجل الى يرقه اخرى تسمى حامله الغشاء، زي ما انتم شايفين كده، يرقه حامله العجل تتحول الى يرقه حامله الغشاء، وكلتاهما حره في الماء، كلتاهما بيسبحون في الماء زي ما انتم شايفين كده. طيب سي، الا تسقط اليرقه حامله الغشاء غشيتها ذات الاهداب الذي يساعدها على السباحه وتستقر على سطح الماء كما ترون كده في الشكل ده. بعد كده الخطوه الاخيره، هتنمو اليرقه الاخيره التي تسمى حامله الغشاء، هتنمو عشان تديني محار بالغ كما ترون في الشكل ده.
يبقى ده باختصار اللي بيحصل في المحار، ان الانثى بتطلق البيوض والذكر بيطلق الحيوانات المنويه، هتتم عمليه الاخصاب تتحول الى يرقه حامله العجل، ثم بعد ذلك اليرقه دي تسبح في الماء هتتحول الى يرقه حامله الغشاء، بتبقى يرقه ذات اهداب هتستقر هنا على سطح الماء، ثم بعد ذلك هتنمو او هينمو محار بالغ. ده باختصار العمليات الحيويه اللي بتتم داخل المحار. الحلقه القادمه ان شاء الله هناخد تنوع الرخويات، ايه الانواع اللي موجوده من الرخويات، تمام؟ ان شاء الله باذن الله خلال منظومه التعليم الموحد باذن الله هنحل الواجب اللي موجود على الرخويات. ده باختصار اللي موجود في الرخويات، وده اللي موجود بصفه عامه، تمام، بالنسبه للكتاب وبالنسبه للمراجع اللي بره الكتاب ان شاء الله. والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.